الدولة ولات كمجبرة باش تفرق على الناس الفلوس بشكل مباشر ديال الدعم الاجتماعي. وحنا كنقولوا هاد الأموال ديال الدعم الاجتماعي المغاربة محتاجين للتوزيع العادل للثروة. محتاجين للتوزيع العادل للثروة. ماشي محتاجين للفتات. محتاجين أن الحكومة توقف نزيف ديال الفساد. راه إلا وقفت غير نزيف ديال الفساد نزيف ديال الفساد إلا وقفت الحكومة والله ما تحتاج تفرق لا 500 درهم لا 1000 درهم. ما محتاجة تفرق حتى حاجة. ما تفرق لا درهم لا 500 درهم لا 1000 درهم. كلشي غادي يوصل حقه. ولكن ملي كتشوف الناس في مواقع ديال المسؤولية اغتنوا بشكل فاحش وما داو معاهم حتى حد. وكتجي الحكومة تقول لك غتفرق 500 درهم أو 400 درهم أو 1000 درهم. حنا مغاربة محتاجين للتوزيع العادل للثروة، محتاجين لوقف نزيف ديال الريع، ديال الفساد، ديال الرشوة في الصفقات العمومية، ديال تفكيك واحد العدد ديال الشبكات ديال المقاولات اللي استولات على الصفقات العمومية.